تحرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز روح الانتماء والولاء للوطن من خلال تأدية تحية العلم في الطابور الصباحي لجميع المراحل الدراسية في كافة مدارس مملكة البحرين. ويردد الطلاب والطالبات النشيد الوطني لمملكة البحرين بالإضافة إلى تأدية تحية العلم التي تحمل رسائل وطنية هامة بالحفاظ على الهوية والقيم الأصيلة والعادات والتقاليد وعلاقتها بالانتماء الوطني وما يحقق رفعة الوطن والسعي لتقدمه والدولة. بلد الكرام مهد السلام. مع هذه الكلمات التي تحمل معاني كبيرة يردد طلاب مملكة البحرين صباح كل يوم النشيد الوطني والتي تلامس مشاعرهم وتنمي بداخلهم قيم الانتماء والولاء للوطن. يعتبر طابور الصباح من المحطات المهمة في اليوم المدرسي، حيث يتم التركيز فيه على تحية العلم وأداء النشيد الملكي. تعتبر تحية العلم في المدرسة هي اللبنة الأولى للطلبة ولبناء جيل واعي ومنتمي لوطنه من خلال تعويدهم على أداء التحية بالشكل الصحيح. منتسبي قوة دفاع البحرين. هذا المشهد الوطني الذي يتكرر كل صباح عندما يرتفع العلم عاليا خفاقا على وقع صوت الطلبة الذين يرددون نشيد الوطني تجسد صورة خالدة للمحبة والتلاحم والتكاتف يتوارثها الأجيال جيلا تلو الآخر. طبعا تحية العلم هي فخر للبحرين كامل، هي المجد والعزة ومجد لنا كلنا كبحرينيين. طبعا أنا كشافة كل يوم أرفع العلم عشان أعلم الطلاب شلون الاحترام والتقدير للعلم. أنا صراحة أحب تحية العلم إذا أؤديها، وهو تعظيم فخر حق بلدنا العظيم. العلم له قدسية وانتماء ووطنية، يعبر عن الفداء للوطن وتضحيته لترابه، فهو يرمز إلى القوة والتضحية والشجاعة، فضلا عن كونه وساما يرفع على جميع الرؤوس بما يعكس مكانته وقدره الكبير في قلوب الجميع. لتعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز والانتماء إلى الوطن في نفوس الطلاب تأتي تحية العلم ضمن النشاطات اليومية التي تحرص عليها مدارس مملكة البحرين، وذلك لتعزيز روح الوطنية والانتماء للوطن. خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.